بعد بقى ما خلصنا واتفرجنا على يحيى وكنوز، دلوقتي بقى عندنا لعبة حلوة جدا جدا واحنا مكبرينها جدا جدا جدا، الا وهي كونكت فور. مين ما لعبش كونكت فور قبل كده؟ محدش. ما اعتقدش، صح؟ طبعا. عارفين كونكت فور كويس وعارفين اللعبة المفروض تحصل ايه، بس احنا طبعا مكبرين الموضوع اكتر، وهيبقى بالبالونز وانتوا تحاولوا ايه تهدفوها، عشان كده موقفين معاكم الماما هارت. وده خليني اسالكم سؤال بقى قبل ما نبتدي لعبتنا النهارده. استاذه لميتا، انت عاده لما بتيجي تبقي عايزه حد يساعدك بسرعه في حاجه، تروحي لمامي بسرعه ولا تروحي لبابي بسرعه؟ مامي. ليه بقى؟ اشمعنى؟ اسرع؟ لا، بتساعدك اكتر؟ بجد؟ ليه؟ عشان صاحبتك اكتر ولا علشان مركزه اكتر ولا لا، عشان صاحبتك اكتر؟ يا ولد يا رب بقى، خلاص بقى بابا قعدنا بره. عمر انت بتعمل ايه؟ قولي بصراحه. ماما. مامي. اشمعنى؟ عشان هي بس بتبقى بابا بيبقى بعيد اكتر. لكن ماما مش بتبقى بعيد، زي بتبقى جنبي. وبابا زي بعيدة هنا. بعيدة هنا كده، زي ما هي واقفة جنبك حالا كده. ايوه. طب انت جاهز تلعب اللعبة دي؟ وعارفها وفاهمها؟ طيب، احنا ماما قالت اول الحلقة ان هي كانت بتدرس ديسيبلين، يعني التزام. هل هتلتزم بقواعد اللعبة دي؟ وبتلتزم بالحاجات في البيت؟ وانا خسرت. لا مش هعاقبك ولا حاجة، بس يعني بس لا مامي لا بجد الالتزام واصل للمرحلة دي. احنا بنلعب يعني، مش هتعاقبيه صح؟ لا اوعدك يا عمر مش هتعاقبك لو خسرت، اوكي؟ ماشي، جاهزين؟ يلا بينا؟ يلا. جاهزه يا استاذه لميتا؟ انت ومامي المفروض تعملوا تيم قوي بقى، مش انتوا بقى قريبين وصحاب وكده؟ ان شاء الله. يلا بينا نبتدي. ليديز فيرست بقى يا عمر، ها؟ نبتدي بلميتا ونقول ريدي ستادي جو. يلا يا عمر. برافو عمر. ادي عمر كون واحده. يلا مامي. يلا يا عمر. الله، قفلت له مامي، راحت قافله لعمر من ناحيه. ماشي، ولكن عمر تديني الحاجه. طلعها بره. برافو. مامي هي قررت هي تاخد زمام الامور ودخلت واحده. عمر يلا. بصي يا عمر، يلا اتفرجي يا عمر، بلاش تجمعها فور. برافو. اوكي. ماشي. حلو. ماشي. يلا نيلي. اوت. يلا يا عمر. اوت برضه. لا معلش، اللي بعده. احنا انا ملاحظه ان مامي هي اللي خدت زمام الامور، ولا ميتا مش بتلعب اصلا. يا عمر قفلت عليك. قفلت عليك، بس انت شكلك هتقفل عليها برضه. ماشي. برافو. ماشي. برافو. حلو. هو ايه، لميتا مش هتلعب؟ ماشي. انا بطلعها بره. يلا يا عمر انت الاحمر، ركز. اوت. يلا ماشي، مش مشكله. في هنا روح تعاون. ما طب يا مامي العب انت يا مامي، اقطع عليها ايه؟ لا عمر يلعب. لا عمر، انا اسفه، لا عمر يلعب. طب لميتا، اختاري السفره دي. يلا لميتا. طب ماشي، مش هتيجي. شفتي يعني فاهمه انا. يلا يا عمر، لازم تنزلها هنا يا عمر. ماشي، لازم انت تنزليها هنا عشان تكسبي. مفيش. لا ماشي. يلا شيل. يلا يا عمر، قربت تكسب. ماشي. كسبوا خلاص. بتعملوا ايه؟ انتي لسه هتقولي له بصي يا عمر. ايه طيب؟ ايه لميتا اللي كسبت هي ومامتها؟ صحيح كان في عدم توافق مش طبيعي، بس برافو. نايس. جود جوب عمر. يلا معلش، هارد لك. ايه رايكم يا جماعه؟ تيجوا نروح نغني اغنيه حلوه؟ يلا بينا. يلا بينا نروح نغني اغنيه حلوه جدا 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 جدا.